لازم تحطوا وسطكم قبل ما تفوتوا. عجلك ابراهيم بيك، فاتوا مع اسلحتهم. كيف ما بتاخذوا منهم اسلحتهم؟ ها فوتوا يلا هون. نعود لشوف. شو ما خبروكم تتركوا سلاحكم تحت؟ الو الو يا بنتي، الو كان بدي اقتل ابوك لاغا ما كنت اخذت موعد، واذا بدي اقتله ما بخاف، واذا بتغلط مع الناس اللي بسلم عليهم بقتلك بايدي. عم تفهم شو عم اقول لك ولا ما عم تفهم؟ ومن هلا ورايح لا توقف بطريقي، واوعى تطلب سلاحي مني، فهمت؟ عود. اتركو عود. اجيت مشان احكي معك.